أنا عندي هذا الطفل علي محمود أحمد مصاب شلل دماغي رباعي، ووديته هواي مستشفيات، عندها تقرير من مستشفى مدينة الطب، يحتاج إلى مركز متطور للعلاج والتشخيص، ويراد له علاج طبيعي، بس ما لقينا أي مستشفى بها علاج طبيعي له، ولا علاجات، يعني إحنا على حسابنا ناخذها، وكلها يعني علاجات غالية. هسا عندنا أوبر بثلاث أوراق لازم ناخذها له. وهو قال الدكاترة يعني بيأمل أنه يمشي وبيأمل يعني مستقبلا، بس ما عنده علاج بالعراق. تشخيصه شلل دماغي رباعي ولادي ومضاعفاته، هو يحتاج إلى مركز طبي متطور لغرض التشخيص والعلاج. هم نفسهم الدكاترة اللجنة اللي قعدت عليه طان هذا التقرير بمدينة الطب. هذا التقرير الثاني من مستشفى العلوية للأطفال، هم نفس الشيء نفس الوضع، انه عنده ضمور بالدماغ شلل رباعي دماغي. ومستشفى ابن الهيثم انطتنا هذا على مود نظره ضعيف، وخاصه عينه اليمنى يعني نهائيا ما يشوف بها شيء بسيط، وانطونا الى نظارات وما يقدر حتى ما يقدر يلبس النظارات، والى عمليه مستقبل. وودينا الدكاتره هواي يعني دكاتره بالاعصاب، يمكن 5 أو 10 يحتاج عمليه رجليه، العصب مالت رجله يعني تشنجات عصبيه عنده، ويحتاج عملية من هالمنطقة سحب، وأنا ما أقدر يعني أخاطر بيه بمستشفيات عراقية لأن إمكانية ماكو، وما وفروا لنا أي شيء، أي مستشفى لا مدينة الطب لا العلوية مال الأطفال، وعنده رخاوة بالبلع يعني ما يبلع. وقالوا لنا بمدينة الطب نسوي له نفتح له فتحة حتى نسوي له التغذية حتى يضل، هسه بس على الحليب، عمره 2 سنين وشهرين بس على الحليب، أي شيء يبلع أي يختنق بيه. ولازم سوائل؟ لا والله يعني ما عندنا امكانيه، حتى اذا هاي رادوا بتركيا قالوا 80 ورقه او ما اعرف ايش قد، يعني بالعشر ملايين، ما عدا الاقامه ما عدا الفندق ما عدا، يعني ما عندنا اي امكانيه. والاخ هنا زوجي يعني موظف عادي عامل بالبيبسي بالرشيد الزعفرانيه بغداد، اي بغداد الزعفرانيه. زين هاي معاناتنا، وانا ما عندي بس هذا الطفل الوحيد، بس هذا الطفل. ويعني الناشد كل منظمة إنسانية منظمة دولية إلها يعني عندنا علاج، عندهم علاج إلى يوفروا له رياضة، هذا العلاج الفيزيائي والطبيعي، ونشوف بلكة الله بي أمل هو هو شو بي تحسن. أجهزة أنا ودي لها، ما حد ودي لها أجهزة ماكو إلى يعني ان شاء الله، واريد يعني للخارج يعني فد، ما اقدر يعني ماكو اي شيء، حتى علاج طبيعي بالعراق ماكو، يعني اريد مركز قريب يمنا، مركز اختصاص هيك، وعدي انا اسوي له مدينه الشموخ مال معوقين اسوي له علاج طبيعي، بس يعني عادي ماكو اي بايديهم، اي واحد يقدر يسويه بالبيت. ويعني هذا الطفل قلت لكم بس عندي هذا الوحيد، هذا ما انا برقابكم انه يوصل صوتنا، وان شاء الله توصلون صوتنا. الكل واحد شريف وكل منظمه انسانيه تقدر تساعدنا وتساعد هذا الطفل، يعني حرامات يبقى هيك عيونه نظره يروح يضعف مشي ما يمشي، والله كريم وننتظر الفرج من رب العالمين. مصاب ضمور بانزيمات الدماغ، راجعنا مستشفى مدينة الطب، كتبوا له علاجات زائدا العلاج الرئيسي هو الحليب MSUD، وهذا ما متوفر بالعراق، وان توفر غالي، سعر القوطية 110 دولار. انا جدة، والده عامل بناء اهلي، زين يراد له بالشهر 7 قواطي على 110 دولار، من يجيبها؟ زائدا قطرات كالسيوم، زائدا قطرات الكاروتين، زائدا شراب مال الالتهابات، لأن عنده التهاب بالرئتين الحاد، زائدا شراب مال خافض حرارة، لأن بس ترتفع درجة الحرارة مالته ينشمر يتوقف كأنه صرع عنده يصير، زائدا عنده ضيق
بالمري. هسه هاي الصوندة، هاي الصوندة، هاي الصوندة نشربها من عند الحليب، الخشمة والمعدة، وما عدنا، ما عدنا زين. هاي غذاء من هاي الصوندة، مي حليب كله من هاي الصوندة، دواء كله من هاي الصوندة، ويراد العملية للمريء عند ضيق، وعملية هنا تقريبا مو ناجحة 100%، لازم خارج العراق وتكلف. يعني عمره سنة، هسه صار فوق السنة، لا يقعد لا يزحف، عنده فتحة بالقلب، وعنده فتحة بالقلب إضافة. الحليب يعني حيل حيل غالي، يعني ما نقدر. الحليب يعني الطبيبة قالت إنه هو العلاج الرئيسي إله، الحليب الطبي MSUD، وهذا ما موجود، هذا ألماني. طبعا عندنا هنا البنات الاثنين آية وغفران، من الولادة ما بسكتي، من الولادة ما بهن شيء، يعني طلعن حد ما وصلن أول ابتدائي ما نظرهن اعتياد وسجلن بالمدرسة، وصلن الثاني ابتدائي، كل واحدة من تصل صف الثاني ابتدائي قام نظرها يضعف، أي شوي نظرهن ضعف لما قام يفقدن البصر. هسه فقدان البصر اثنيناتهن آية وغفران، بدأ نظرهن شوي تدريجي يضعف إلى وصلن حالة فقدان البصر فد مرة انتهى بصرهن. فالأطباء شو يقولون ضمور العصب، فهاي حالتهن اللي تشوفونهن. ما أعرف شنو السبب بالضبط، يعني عصب شنو اللي خلاهن الحالة وصلهن، ما ندري ليش ضعف العصب مالهن وقام ما يشوفون عمى فد مرة. هسه اثنيناتهم ما يشوفون، فقد البصر نهائيا، ما نعرف اشعاع غيره شنو السبب ما ندري، الله اعلم، ما نقدر نحدد احنا، ما ادري. عمره شهر اي، وراجعنا ودينا لهاته مزروفه، يعني جوا لها يا مزردوم هيك، ودينا مستشفى حكومي لان احنا حالتنا اي احنا من مشروع الوحده مديان، ودينا ما استقبلوا قالوا اخذوه، يعني على حسابنا احنا حالتنا مشي. اي هسه سوى له فحوصات عمره شهرين، يلا يوزن 3.5 كيلوات، يعني اي هسه يعني والله يعني ما يعاجبنا، يعني نشرب الحليب يطلع من خشمه، الحليب من خشمه يجري. اي عملية عند فتحة هيك مصورة، هسه عندنا مصورة لا تشوفونها. اي والله، والوزن ماله قليل، حتى نطوع حليب يعني داي كبرة شوي، احنا الحالة المادية ما تساعد. اي وهسه جينا على الله وثم عليكم. مرض عندنا هاي فايلي مستشفى الامل، عندي وانا براسي سويت عملية بالخارج ب 20 مليون كلفتني، والحد الان علاج اشتري من برا كل شهر ب 900,000، نوب صابني صرع من اثر العلاج صار بيها صرع، وهذا فايل وتقارير اذني كلها. الحد الان علاج اروح المستشفى ما كل اشتري من برا. اسباب انتشار المرض هنا شو؟ انتشار تلوث بالجو من كانوا الامريكان هنا قوات التحالف، وصابني التلوث ب 2018، طلعت سويت العمليه بالخارج، وهسه يحتاج لي بعد عمليه لازم بالخارج، قالوا لي هنا ماكو ما ناجحه، انضرب عندي على الجانب الايسر، ايده ورجليه كلها واقفه عندي اليسرى. من سكنت منطقه الزعفرانيه بال 2006 اكتشفت اني مصاب بتليف وتشمع بالكبد من اثر الاشعاع اللي تعرضنا عليه بالاحتلال، يعني بالسقوط القصف والطيارات، واكو يمنع عبور الشارع كانت منشآت عسكرية يعرفونها، ف
فهي كان بها شعاع وكان بها وهي تعرضت للقصف ايضا. ف من ذاك الان لحد الان انا راجع مستشفى مدينه الطب واطباء معروفين فقالوا ما لك علاج هنا لانه ما عندنا مركز لزراعه الكبد هنا بالعراق، لازم خارج العراق. وشيكت بعض الدول، اكو دول بها العمليه تكلف زرع كبد، العمليه تكلف تقريبا 12 دفتر، واكو بالهند 6 دفاتر 7 ارخص شيء يم دكتور محمد ريلة. فاني يعني يعرفون امكانيتي كلش ضعيفه، صار سنه طبعا ما رايح للدكتور لان ما عندي فلوس الكشفيه اللي ادفعها ويراد لي تحاليل، وبالاضافه الى تحاليل علاج يكلف تقريبا من 300 400 الف لازم كل. لا لا ماكو هذا، انا العلاج اشتريه من الصيدليات. العمليه تكلف، اكو دولة تكلف بها ب 12 دفتر بالاردن، وبالهند تكلف 7 دفاتر 6 دفاتر 7 دفاتر. والعلاج هذا مع المزمنة هذا الامبرازول حتى لا يصير عندي نزف من الدوالي، وهذا الالدكتون، وهذا مع الشسمة ومع الضغط، وانا عندي ضغط وسكر. انا عندي سرطان بالدم، الكلى مالتي هسه كلها، والكبد مضروب ويومية بالمستشفى، وها صار من 2014 لهسه. هاي العلاج هذا شوفه، ما عندي إمكانية اشتري الجرعة، الجرعة تكلف علي بمليون و400، وأخذت 43 جرعة بعد ما عندي. يعني قلت للدكتور سوي لي بديل، هاي الشيشة شوفه ب40 ألف، ولازم يوم بالشهر 2 اشتري 20 بيها. ها شو بيها الشيشة؟ هاي بروح الشيشة. يعني وهاي تقاريري كلها، كل هاي تقاريري. أول شيء قبل كل شيء احنا جسر دياله حق التجارب، صرنا لأمريكا حق التجارب الأمريكا، جسر دياله ناحية جسر دياله، وعدنا مرضى أكثر من اللازم يعني، وانا واحد منهم. عندي هسه زوجتي وهذا التقرير مالها، وين التقرير مال العمليه، شالوا الرحم والمدري شنو والمثانه، وهسه الادرار مالها يطلع منها من الصفحه. وكل شهر انا احط عليها مليون علاجات، ينطوني العلاج بالمستشفى الرخيص والغالي اشري من برا. ها يابا، واحنا هسه بالنسبه لامريكا تقتلنا وتاخذ ثمن الطلقات. انا مريضه من 2009 ل 2011، سويت عمليه قصوا المعده مالتي وانضرب الكبد مالتي، المعده قصوها انضرب الكبد مالتي، هسه كيس على الكبد كيس على الكليات، ومتضرره وتعبانه. والله صارت 8 اشهر انا ما واصله مدينه الطب اروح اخذ علاج، لان ما عندي لا راتب، عندي بيتنا بعناه للعملية، لمت للحكومية بس تريد حتى لا كراه وروحة وردة، وكل هالكشفيات هم بفلوس، السونار بفلوس، المفراز، الرنين، أنا ما أروح يراد لي مفراز، رنين، أشعة ملونة، يعني يراد لي هواي يراد العلاج. والله هو بين متوفر ما متوفر، مو دائما متوفر، احنا عراقنا حيل يعني تعبان، ماكو علاج زين، يعني برا ما عندنا، يعني يراد دفاتر. أنا المدينة الطب ما أقدر أروح، أقدر أطلع برا. هسه راد لي هسه ظهر عندي مرض، هسه ورمة عندي جوا من المعدة، يعني بصف العملية مالتي المعدة، وكيس على الكبد وكيس على الكلى، والمرارة راد لها شيء. هسه راد لي 3 عمليات، والله العظيم وثمان أشهر أنا ما مراجعة ورايحة، زين راتب ما عندي، وليد واحد عدي وأربع بنات، والولد معوق تقصر أصابعه، بطلته من المدرسة الله شاهد حتى يشتغل لي هيك بالعمالة حتى يعني يعالجني، النوب القصرز زين. تلوث، احنا متلوث البلد مالتنا من الضرب ومن الحروب ومن 91 لحد الان، هاي الضربات هي اللي اثرت علينا، ديالة، المدائن، مشروع الوحده، زعفرانيه، يعني والله الحالات باليوم تطلع 40 حاله مرضيه. انا بنت اختي ما لحقوا عليها يعالجوها، صارت من انتشر من توفت، والله خلت 7 جهات تلوث، يعني حيل عندنا تلوث احنا بيئتنا.
أكلنا يعني مو شيء. المريض يراد له أكل، يراد له عناية، يراد له علاج، يراد له. أنت تعرفون المريض شو يريد يعني؟ يعني والله العظيم يريد علاج زين، يريد أكل زين. يعني أم الكيمياء وتقول ماما أخذوا عصائر وأخذوا كذا وأخذوا أكل زين، وإحنا كيلو موز ما نقدر نشتري. والله كيلو رمان يقول لك كل زين للخلية مالت السرطانية، إحنا ما نقدر نشتريها. الله شاهد أنا ما أقدر أشتريها. يعني احنا حيل تعبانين، احنا نريد رحمتكم، احنا نريد كل من الله يوفقه من كل من يسعبينا ويسعب المريض، وخاصة مرض السرطان. يعني الى هو اليوم اكتشف المرض اللي ما يلحق عليه صاحبه. يعني واحنا ما عدنا حتى راتب رعاية، ما عدنا والله. قدمت من 2016 للرعاية ما طلع لي راتب. انا عندي طفل يغسل كليات 4 مرات بالاسبوع، وهذا المرض اثر الانفجارات، اثر التلوث البيئي اللي صار بالعراق، يعني اثر هاي الحرب اللي المأساة اللي عشناها. العلاج يعني مالته ما متوفر داخل العراق. يعني هسه هاي السيستاغون هاي يعني يستخدمها مدة شهر واحد بس، هو شنو بلد المنشأ مالتها فقط فرنسا، يعني العراق كله ما بيها، ونشتريها عن طريق صيرفة، يعني نحول فلوس لازم، ويعني ورا فترة ومن بعد التحويل عود يعطونا اياها. وانا اسكن بالاجار وما متمكن على شراء العلاج، يعني سعرها غالي. هاي ب $300، وهو اللي يعني العلاج مالته مو من شهر شهرين، يعني مزمن، ما عدا القطره مال العين مالته، هاي سعرها $250، يعني مده اسبوعين وتخلص القطره. يعني الطفل اذا ما استخدم القطره ينصاب بالعمى، يعني يكون العمى دائمي. وهو هسه حاليا عنده موعد مع الغسيل كله، وانا اسكن بالاجار ما متمكنه انه انا اشتري. وعندي طفل هم بسبب الانفجارات، يعني خساره الطفل هم صار عنده تشوه يعني ولاده خلقي. وبعد اناشد كل من يحمل صفه الانسانيه، اناشد المنظمات الدوليه، اناشد المنظمات الانسانيه، واحنا يعني كلها علاجاتنا من يعني من برا، ماكو شيء يعني. واغسل 4 مرات بالاسبوع، وهذا هذا التقرير مالتي. حتى يعني لأن ما قدرت أوفر علاجه بسبب العيشة، بسبب الظروف اللي أعيشها، يعني تأزمت حالته، يعني حتى صار بي عجز قلب، صار عنده الغدة، يعني تأزمت حالته. شوف هذا التقرير يثبت هذا الكلام كله، والعلاج ما متوفر. يعني احنا نريد بعد الله الله بالناس الخير وكل من يحمل صفة إنسانية. هذا الطفل يعني من جبته صار عنده تشوه ولادي، أو بالبداية يعني ضمور بالكلى واسترجاع الحالبين، فنراجع الأطباء، الأطباء إلا أن صار عنده فشل كلوي تام. فراجعنا الأطباء قالوا إلا عملية زرع كلى مع تصليح الحالب. فرحنا للوزارة، سفرتنا على أساس مثانة، قالوا لا إلا يزرع يلا نصلح المثانة. من رحنا للوزارة قالوا إحنا ما نسفره هذا الطفل لأن زرع الكلى عندنا. روح للكلى راجعنا قالوا هذه التقريره، وهذه احنا طفل صغير ما نقدر نزرع له، لازم خارج العراق. راجعنا الوزاره عديله قالت انا ما اسفره خارج الضوابط. الوزير هسه الجديد هم قال انا ما اسفره خارج الضوابط، هنا بالعراق ما يزرعون له، قال هو طفل صغير ووزنه صغير الا خارج القطر. وامكاني انا ما عندي اعالجه يعني على حسابي برا، طب من يعني زرع الكلى احنا ما نزرع، يعني احنا عندنا نزرع احنا بالعراق، نجي للعراق هنا يقولون احنا بنزرع طفل صغير، لا هم يسافروني ولا هم يزرعون لهنا. فقالوا الا خارج القطر. انا طلبوا من عندي اذا انا قلت انا المتبرعه وردت ازرع له، بس بعد زوجي توفى منو يعيل هالايتام هذه السته عندي. فطلبوا من عندي خمس دفاتر او 6، ما اقدر ادبرهن هذه. وهو هذا التقرير ماله يقول الا عمليته خارج العراق. وأدوية يعني هو يغسل 4 مرات بالأسبوع بين يوم ويوم، سبت واثنين وأربعة وخميس، على الأقل يكون عندي 150,000. فحالته هاي تأزمت، أنا أريد حل. أنا قطيعة، أنت تعبانة، أنا من 4 ستة تعب. وما يسافرونه، لا هم يسافرونه ولا أنا أقدر أعالجه، شنو الحل؟ هاي بس الأدوية مالته أشتريها يكون 150 بين يوم ويوم، حتى معين بعد ما عندي ولا راتب. هذا التقرير الثاني يقول هو يحتاج زرع كله مع تصليح الإدرار والحالبين. ونسيت أي تماني عندي، أنا أقدر أتبرع بس منو اللي يعينهم بعد؟ وطلبت من عندي بالهند، رحت والله لا خلينا السيارة، لا خلينا بيت، لا خلينا كل شيء، ما خلينا الهند وإيران ولبنان. قالوا إلا عمليتي يعني نطيها 99% من نسبة النجاح، بس ما عندي 5 دفاتر أو 6. ما
فأناشد يعني المنظمات أي شيء، المؤسسات، الدول، ملك السعادة. مشكور رحمة الله والديكم. عندي هاي الطفلة شهد عرسان، هذه كانت كل شيء ما بيها صاحية يعني، بس قامت عاني، قمنا نراجع بيها الأطباء، من أثر الأطباء هاي يعني طلع بيها الحمى الروماتيزمية الرثوية، فقامت تقعد مفاصلها قامت تقفل. نسأل الأطباء شنو سببها، قالوا سببها هذا مرض جديد نادر ما يصيب هيجيانا بعمر، سبب الإشعاعات من ضمن الحرب الأمريكية العراقية والقصف مالهم واللي يذبوا علينا اليورانيوم ما يورانيوم، فقفلت مفاصلها كلهن إيديها ورجليها وسقطت وقعدت نهائي. علاجات عندنا ماكو، حتى تضرب بيولوجي وكيمياوي. البيولوجي كل جرعة شهرية ب 12 ورقة، بالمستشفيات ما تحصل يعني ما تتوفر، بالبرة بالصيدليات الله شاهد بعشرة ب 12 ورقة تاخذها غصبا علينا، وأكثر العلاجات ما ناخذها لأن إمكانية ماكو. نظل احنا صار لنا 4-5 سنين بس نراجع نحط ورا الأطباء، كله من ورا الإشعاع، وهاي اللي صار بينا. احنا ما أدري يعني شاكي، بس الناشد من خلالكم، من خلال منظمتكم، توصلون صوتنا للمنظمات أي جهة، الخارج القطر يعني احنا داخل القطر ما استفاد يعني ما سوونا كل شيء صراحة. ناشدكم من خلالكم الخارج القطر، بلكي الله يباعون على حالنا على هالمرضى هاي يعني، وهي ابنية يعني. أصبت مرض السرطان بالغدد هاي كلها، وجريت 7 عمليات، هي رفع غدد و12 غدد رفع من عندي ومن غير الشفة الفوق والجوة، سببها الأطباء قالوا كله من أسلحة اليورانيوم المنظم اللي صارت الحرب وضربت القوات الأمريكية، فبقينا هاي المدة كلها نعاني من 2000 تقريبا و8 إلى 2014 يعني اللي ظهرت عندي هاي الأعراض مالتها، لحد 2018 أنا أجريت آخر عملية، والعمليات طبعا كلفتني بأموال وتعب ومصاريف كل شوي، ولحد الآن أنا بعدني يعني ما طايب 100%. ليش؟ لأن هذا المرض انتقالي من مكان لمكان. والله وزارة الصحة يعني أنت تعرف وزارة الصحة صحيح هي أجريت أنا بعض العمليات بيها، بس لكن شنو يعني كل المصاريف علينا، من عمليات، من فحص، من شو اسمه سونارات، من يعني تعرف أنت كل عملية تكلفك كذا مبلغ، تكلفك تقريبا 3 ملايين إلى 4 ملايين كل عملية، أنا 7 عمليات. لا هي صحيح هي العملية مجاني، وحتى ترى أكو بعض العمليات يأخذون عليها فلوس، يعني يجرون مثل عملية 1,800,000، أكو أنا كل عمليات خاصة مو عمليات، لأنه عندي كلها رفع غدد، هاي الغدد كلها وهاي الصور تثبت، هاي الصور تثبت العملية. بال 2016 تمرض مرض السرطان بالرئة اليسرى، هذا الدفتر مال العلاجات مال الأمراض السرطانية من مستشفى مال مدينة الطب. قبل 2016 هو بثمان أشهر احنا ما ندري عندنا مرض السرطان بالرئة، نراجع دكتور بالصدرية. بعد التحاليل والسونارات والمفراس اتضح انه عنده مرض سرطان بالرئة اليسرى. اثر المرض بالانفجارات مال القوات الاحتلال، لان احنا منطقة الزعفرانية وجسر ديالة يمنا الطاقة الذرية معسكر الرشيد، اكثر من 20 صاروخ وقع بمنطقة الزعفرانية، بالاضافة التفجير مال الطاقة، التلوث، انه اصبح عنده مرض بالرئة اليسرى. اكثر من 18 جرعة اخذ، ولحد الان بعده ياخذ جرعة، لحد هاي الاربعاء اللي مرت انا منطي جرعة، والاربعاء تجي هم راح انطي جرعة. عندي مريض من 2016 انضرب كيميائي،
بسبب الاجواء والبيئه اللي عندنا. والده ما عنده يطلعه برا، انضرب واخذ جرع وروح للمستشفى، الجرع ما موجوده بالمستشفى، كل ما نطلب للمستشفى يا بالجرع ما موجوده، نروح نشتريه على حسابنا واحنا ما عندنا. يعني امكانيه سرطان قدد، سرطان قدد صارت عنده هنا وحده وعنده هنا وحده وعنده وحده جوا صارت، وابوه ما عنده يعالجه، كل ما اروح للمستشفى يا بيعطونا جرع والله ما موجوده، فنطلعها على حسابنا نشتري الجرع 300 و400 الف وهو ما عنده، وسافرنا على حسابنا برا على مود ياخذ الجرع وابوه ما عنده، باع بيته وباع ما خلى شيء ما باع، وعندنا تقارير تثبت. ما موجود العلاج، ما متوفر عندنا موجود العلاج، ما متوفر العلاج، كل ما نروح المستشفى بطون الجرع كيمياوي والله يبقى ما عندنا موجوده هاي، لازم نروح نشتريها من برا ونروح نشتريها على حسابنا، واحنا ما عندنا متضررين، متضررين لا راتب لا شغله عندنا وعطاله بطاله، روح ندين نشتري على حسابنا واحنا ما عندنا، ابوي داين وينطي داين وينطي، وتقارير قال لازم يطلعونا برا واحنا ما عندنا، طلعناه برا على حسابنا وهو الوحيد لاهله، الوحيد له، وعندنا هسه مراجعات كل شهر للدكتور والله ب 300 و400 الف تحاليل واحنا ما عندنا، يعني متضررين على على يعني شلون تحت الصفر حالتنا. اصبت بمرض السرطان 2017 بدايه 2017، سويت تحاليل اتضح عندي انه سرطان بالقولون، فاجريت عمليه، هاي العمليه كلفتني يعني مبالغ كثيره كلفتني، فبدا الاطباء بقطع يعني المقعد، وتقريبا حوالي 8 سنتيمات من المقعد وغلق المقعد، واجراء عمليه فتح للمخرج بالجانب في البطن، تقدر تصوره يعني زين. ف بدات العمليه الان شهر السابع 2017 كملت العملية، فبقت بعدها الإجراءات الكيماوي والإشعاع، ولا فبديت أخذ إشعاع من شهر الثامن إلى شهر الواحد 2018 كملت الإشعاع، فأكثر الإشعاع أنا اشتريتها من عندي، هذا اشتريتها من عندي، كل جرعة أخذها ب 350 ألف دينار أشتريها وأروح أخذ الجرعة، أروح للمستشفى يقول له ما أروح أشتريها من برا، بعدين برا ما كملت الإشعاع 8 جرعة بديت اخذ الاشعاع اخذ ال الاشعاع الذري، الاشعاع الذري برا 6 اشهر او 7 اشهر يلا اجاني السنه، المهم اخذت الاشعاع. المنطقه اللي بيها اللي منطقه الخروج اللي هسه دا عاني منها، يا عاني منها مشاكل يعني، خاصه حتى الاكياس الكولستومي الموجود اللي غير موجوده اصلا بالسوق حاليا، غير موجوده، فانا اشتريها حاليا اشتريها من برا، اخذها كل شهر 100 150 الف دينار، هاي بس الاكياس، اضافه الى الوضع الحالي، الوضع العام مالي غير مستقر بسبب المرض وبسبب السرطان اللي صار عندي. نتيجه التقوات التحالف حجي ذكرها، الاريد اولا التعويض على الخساره اللي خسرتها انا لوضعي وحالتي الصحيه، وانا بس العمليه كلفت حوالي 7 8 ملايين، عدا الادويه اللي اخذتها حوالي 3 4 ملايين، يعني وضعي اضافه الى لا مطلوب حاليا، انا مطلوب حالي 25 مليون انا من وراء، ولا تقاعد لا راتب عندي لا شيء عندي، فوضعي كلش. يا محمد ثامر، عمرها 4 اشهر، رحنا المستشفى طلع عندها فتحه بقلبها، شو ورا فتره قام حل يعني حالتها تتازم، طلع عندها ضمور بالدماغ، إذا نعالجها العلاج كل شهر 300، عندها أختها يعني أكبر منها، من جت عمرها 10 سنوات عندها جراحة جوا ذانها لحد الآن، وهم نراجعها، حالتنا المادية تعبانة، هسه عفنا العلاج قعدنا، رحت للمستشفى الجملة العصبية حتى يعني ما عاينوها، بس شافها سجلها علاج قال خذي من برا، قلت له مو تعاينها، قال ما يحتاج، يعني هي حالتها يعني مبينة تعبانة يعني بسبب هاي تلوث البيئة والانفجارات، وهاي هي هيش حالتها، يعني حالتنا كلش تعبانة وما نقدر نراجع بيها. طبعا احنا اهالي جسر ديالة مدينة من مدن بغداد، هاي المنطقة تعرضت الى اكثر يعني من حالة، اول احدى تعرضنا لغزو من اسرائيل بسنة 82، وهاي المنطقة اغلب ناسها تعرضت للاشعاع والتلوث
والاصابات بالامراض السرطانيه، وكان اهمال من الحكومه السابقه وحاليا من الحكومه الحاليه. ما وصلنا لاي نتيجه، واغلب ناسها ناس فقراء وناس يعني دون المستوى المادي، ناس تعبانين ماديا، ناس تعبانين معنويا، ما عندهم فلوس العلاج، ما عندهم فلوس السكن اللي يقعدون به، ما عندهم قوت. الحكومه ما جايه توفر، ما حصلت هاي العالم على الدعم المعنوي او الدعم المادي من قبل الحكومه السابقه ولا حاليا الحكومه اللي موجوده. تعرفون يعني مصاريف العلاج مصاريف مكلفه ومصاريف غاليه، اضافه يحتاج العامل النفسي والعامل المعنوي من قبل الحكومه. لا شفنا زيارات يعني للمرضى، لا شفنا مثلا مسؤولين اجوا وراجعوا وشافوا هاي الاعداد اللي موجوده، يعني هل هي بحاجه الى مساعده نفسيه، مساعده ماديه؟ يعني ما اعرف يعني، وانما كانما مع احتراماتي كانما غابه بحب، يعني ما هذه الناس ما تستاهل اي شيء، ولا كانهم مواطنين ولهم قيمه بهذا البلد. احنا بال 2003 تعرف هذه المنطقه يعني مفاعل تموز يكون بداخلها، فتعرضت للقصف مرتين بال 2003، كان القصف من قوات التحالف يعني، وكانت المفاعل تايهه، فالقوات التحالف تركت الابواب مفتوحه وعرضه للاشعاع لتلوث المنطقه، وكانه العمليه مقصوده. واغلب المصابين اغلبيتهم اطفال، وهاي الاطفال يعني تعرفون انه يعني الطفل يصير عرضه سهله للاشعاع، وحالات الحمل يعني اكثر من يجوز هاي المنطقه اكثر من 3000 او 4000 حاله مرض سرطاني موجود بها. وحتى من تروح يعالجونك اغلب العلاجات يعني هنا اللي موجوده داخل الدوله علاجات هاكله هناك، يعني تروح ينطونك العلاجات الكيماوي اربع اكياس بنفس اليوم، يعني يجي المريض حتى ما يقدمون له النصائح، يقولون له هاي الجرعه تاخذها كذا، وراها اكو علاجات وقايه، اكو كذا، اتوقع اخذ الكانونه هاك العلاج روح الله وياك. ماكو شيء. احنا انا طلعت زوجتي، انا عندي زوجتي مصابه بمرض سرطاني بالدماغ، انصابت في 2011 وطلعتها برا، يعني الجرعه تاخذ يوم وثاني يوم وقايه، ثالث يوم تاخذ الجرعه الرابعه والنبوه وقايه. ويعرفون اكو ارشادات حتى الكوادر الطبيه اللي موجوده بالمستشفى دون المستوى، ولا واسطه الى المستوى الواعي انه شلون تثقف المواطن او شلون تعطي الحاله النفسيه وشلون تعالجه. فاحنا نطالب كنا اللي عنده بيت باع بيته، انا من ضمن العالم بعت بيتي، واكو ناس باع السيارات، واكو ناس ما عندها، واكو ناس تجدي. فنناشد الحكومه انه دعم معنوي دعم، ونحاول انه هاي الحكومه يعني ترفع لنا دعوه قضائيه ضد قوات التحالف اللي هي مسببه. هاي قوات التحالف اللي هي مسببه، سببت بدمار هاي الاف العالم، وهاي مئات كلها اطفال ونساء وناس، يعني حتى تجنبنا انه يعني اغلب العالم اساسا تجنبت عمليه الحمل، يعني حتى قام ما يعني ماكو حمل لانه يخاف من نتيجه التشوهات الخلقيه. فنناشد الحكومه او الجهات المختصه انه تقوم بدورها او تكون دور فعال تساعد هاي المواطنين بساعده معنويه او بناء مستشفيات، او انه تشوف ذوي حالتهم مستشفيات حالتهم الماديه، اذا ما تقدر الدوله على بناء مستشفيات ساعدهم ماديا او معنويا حتى يطلعون هم يعالجون نفسهم. مو كانه هذا المواطن انه انت بس تخلص حاجتك من عندك كمواطن، اسمه مواطن تحتاجه بس بالانتخابات، تحتاجه بس وبعدين هو لا شيء. استاذ انا عندي بنات اثنين بال 2003 بسبب لان كان السلاح العراقي موجود والقصف الطيران الامريكي، اصابت وحده بسرطان الرئه وتوفت وعمرها 12 سنه هاي وانا سرطان الرئه بسبب العتاد والاشعاع، وهاي الثانيه هم سرطان العظم هاي وانا موجوده ما فات العلاج بتروا رجلها هسه، وهسه هاي وانا هاي بتر رجلها قبل 15 يوم، يعني التهاب صار احسن، يعني التهاب صار يعني شلون السرطان ما راح منعته وما قدر يلقوا له علاج، هسه بتر ونطالب منظمات الانسانيه منظمات الدوليه تعويضنا ماديا ومعنويا وتوفير الطرف ذكي، لان المستشفى يقول ما ماكو فلوس نوفر لكم طرف ذكي. ايه وهاي ام اختي الثانيه هم سرطان الثدي هم تحتاج الى علاج ومتابعه بسبب التلوث البيئي. هاي بال 2000 عائله وحده وكليتنا يعني حاله الماديه صفر، ما خلنا يعني 25000 ما اقدر اراجع الدكتور، من عنده مراجعه ما اقدر، ما عند ما لان انا ما عندي لا شغل ولا عمل ولا بس الله طرح احتاج الى طرف ذكر.
لان قالوا نعطيكم ما انطوني، وعندي انا كتاب من وزاره الصحه وما وفروا لي. انا عندي ابني ب 2018 اكتشفت انه عنده سرطان الكلوي. وديته للدكاتره بالعراق ما خليت، ما قالوا ابنك ما تصير له شاره يعني هنا بالعراق. اخذوا له الخزعه، لحد ما يعرفون اي شيء. طيب احنا اذا بالعراق كانت قبل ماكو هاي الحالات، ليش من دخلونا الامريكان موجوده هاي الحالات؟ ليش من صار القصف الجوي على العراق؟ ليش من صارت الحروب؟ قبل الحروب هذه كلها ابني ما بي شيء. او ابن غيري او كذا ما هي موجوده هذه، زين الامريكان من دخلوا لهنا لا مساعدات لا منظمات لا شيء، متيهينها روحها رده كل شيء ماكو. هذا الاشعاع النووي، هذا اليورانيوم اللي ضربوه، قبله والله يقول لك انت ساكن بالفلوجه يا بليش ساكن بالفلوجه؟ والله ضربت اشعاع نووي، زين انت كل العراق انضرب اشعاع نووي. الامريكان مسؤولين انه يعالجون، منظمات دوليه يجي يشوف يعالج، هو مجبور انه هاي الحالات موجوده، هو جاب هاي الحالات علينا، احنا هاي الحالات ما موجوده سابقا، عشنا بهذا البلد كل شيء اي حاله، خلي اتحدى كل انسان يقول قبل لا يجون الامريكان لهذا البلد اكو حاله سرطانيه بهذا العراق، ما موجود. ليش من اجوا الامريكان؟ ما معناه انه هم جابوا علينا، ما معناه المفروض يجون يعالجون منظمات يسال يروح هذا انا سبب انا اشتكي على القوات الامريكيه والتحالف الدولي سبب ابني هيك سوى بي، ابني هسه معاق. انا مني عالج لي ابني غير اذا مو هم سبب هم مسوين ابني، انا هسه ابني كليته، العراق ما عالجوه، كليته منها رايحه منتهيه. شو اللي صار اني؟ العراقيين يقولوا لي نفتح بطنه ونشيل ونشوف شو ابنك ايش بيه. هذا كليته ابني. مني انا شو تفيدني اذا هم الامريكان قاعدين ببيوتهم مرتاحين وكلية ابني راحت بسببهم؟ شنو فايده؟ ابني عباره عن انسان صقر. انا طالب منظمات دوليه، الامريكان اشتكي حتى على التحالف الدولي، اشتكي على نص دول العالم انه هذا سبب ابني بي. كل قوات التحالف اللي موجوده بهذا البلد هم اللي مرضوا ابني، قبل ما موجود. انا عايش بهذا البلد عمري 35 سنه ما صار بي سرطان، ليش؟ ليش ابني صار بي سرطان؟ ما معناه هم دخلوا علينا، هم السوسه اللي هذا البلد، هم سووا هذا بالاطفال، ابني ولا غيره ولا كل هاي الناس الموجوده. حتى قبل يقول لك عمره 40 سنه منين اجاه؟ قبل ال 40، قبل ال 50 شو ما بي؟ قبل 15 سنه شو ما بي؟ ليش ما ليش من طبوا الامريكان وغير الامريكان صار هذا؟ هذا البلاء هم اللي جابوه، انا اشتكي عليهم واناس المنظمات الدوليه ان يعالجون هاي الاطفال، تعويضات احنا انا مش اللي تفيدني التعويضات اذا ابني ما يتعالج، ما معنى المبلغ المالي اذا ابني ما يتعالج، انا ما اريد فلوس، انا اريد يعالجون لابني، اطالبهم اني يسوون فحوصات تعيينات الابن برا، ترى بالعراق سووا لنا كل شيء ما في، لا حد يقول لك وزاره ما وزاره، دكتور ما دكتور، كلها كلاوات، انا عجزت. مبالغ ماليه حتى عمليه الخزعه سوى لي اياها الدكتور يقول لي والله ما اعرف ابنك ايش بيه، خل افتح بطنه اعرف ايش بيه، هذا ارجع علي اني. انا اناشد كل منظمه انسانيه دوليه يعني شو اقول لك يصفون بالرحمه عندهم ان يعالجون هاي الاطفال، انا هسه ابني شنو ذنبه بعد لا يقول لك سنه سنتين ابني تكبر ورمى بيه ويموت. ما فايدته انا تعبت عليه وصرفت وجبته ورده كبره ويصير ابنه معاق ويموت. شنو الفائده؟ فاحنا ناشدهم انه شويه البلاء اللي ذبوه علينا يحاولون هم يشيلوا البلاء عنا. هذا اللي احنا ناشد، انا ما ناشد مبلغ مالي ما يفيدني الفلوس. ابني كليته سقط ما تفيدني الفلوس، انا لو تفيد كليتي انطيها لابني، اوكي يعني كبير بالعمر وتمشي عندي، بس ابني عمره ثلاث سنين، يعني من راح يصير عمره 5 و6 ايش راح يقول له اني؟ والله بابا انت تكله. الحالات اللي اكثر شفناها يعني نسبه 28% من العين اللي اخذتها من سكان هاي المنطقه اللي هي التشوهات الخلقيه، باعتبار هذا يعتبر انه هناك تلوث قوي يعني من النشاط الاشعاعي. هذا اذا عندنا احنا 28% اني خلال 2018 شنتظر بعد ايش قد راح يصيرون بعد 5 سنوات و10 سنوات؟ فالزيادة بالتشوهات الخلقية وضمور الدماغ هو هذا الشيء، معناته الجيل السائد بالعراق يعني معناته دا يأشر على إبادة جماعية واضحة من قبل التلوث البيئي اللي صار نتيجة القصف الأمريكي. التلوث هو بالتربة، لأن أنا وجدت أن التلوث بالتربة بالنسبة لانحلال سلسلة اليورانيوم 238 كانت بالنبات أكثر من المسموح به ب 24,000 مرة، وبنفس الوقت أضعاف مضاعفة بالتربة. إذا هذا التلوث هو بالتربة ظل، فراح تظل الأمراض السرطانية باقية بالبشر تنتشر، فضلا عن ظهور أو أمراض نادرة. الأمراض النادرة
اللي ظهرت 2016 و2017 و2018، ويمكن حضرتكم لاحظتوا ظهور المرض الأيضي النادر هذا، وأمراض اللي الأخيرة سجا اللي شفتوها هذه اللي بالنخاع الشوكي، هذه يسموها وارنبرغ سندروما، وأيضا بانكوني، هذه عندنا هاي من الأمراض النادرة أيضا اللي هي كلها بالجهاز الكلوي. جهاز الكلوي عندنا فشل كلوي أيضا انتشر 2017 بشكل رهيب. عموما تصدر مرض السرطان الثدي بالمرتبة الأولى وسرطان القولون بالمرتبة الثانية. وهذا السرطان القولون أيضا من جيت أقارن الدراسة ويا إحصائيات دول أخرى، الكويت، قطر، سعودية، وجدت نفس الشيء عندهم، تصدر المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي. اللي يأكد أنه هذا هو نتيجة اليورانيوم المنظم هو الأمين العام العلمي للاتحاد الأوروبي للإشعاع البروفيسور كريسبي، الذي أدلب شهادته أمام مجلس العموم البريطاني عن وفاة الجنود البريطانيين والأمريكان اللي كانوا أيضا بسرطان القولون، فأدلب شهادته أنه نتيجة تعرضهم لليورانيوم المنظم، كون الجندي كان يعلق القذيفة على كتفه فما يعرفوا تماس مباشر مع العتاد، فكانت هذه الإصابة بسرطان القولون. ومجلس هيئة المحلفين قبلت بشهادته أنه علاقة ارتباطية بين اليورانيوم المنظم وبين سرطان القولون، وكانت أكثر من 50 نوع عدي من السرطانات بالمنطقة. بالنسبة كأحصيهم أعداد هذا ما نستطيع حاليا، في تزايد، يعني إحنا عندنا في تزايد مستمر باستقبال الحالات السرطانية، فضلا أنه الولادات الحديثة لاحظت أنه الطفلة لارين اللي ولدت أصلا يعني بسرطان العين واستأصلوه يعني للهند، يعني ما قدروا عليه فقلعوا عينها، هاي بثلاث أشهر يعني. طبعا أني بالنية، لأنه التلوث الأساس اللي عندنا وما راح نتخلص منه هو التلوث التربة، والتلوث التربة حتى يتكون عندي 1 سنتيم أنا أحتاج 1000 سنة، يعني أنا تفككت عندي التربة العراقية. إحنا بدليل أنه أنا من إجاز زرعت نبات الرشاد وجدت بي أنه اليورانيوم المنظم أو الراديوم يعني تضاعف أكثر من 59,000 مرة عن الحدود المسموحة، هذه مشع. وكذلك يعني ذكرت لك 24,000 مرة على انحلال سلسلة اليورانيوم. طيب إذا أنا عندي هذا التلوث هو باليورانيوم المنظم واليورانيوم 238 والثوريوم، هاي العناصر النظائر المشعة، إذا هي راح تبقى 4 ملايين سنة، يعني أنا شو أنتظر من الأجيال؟ فأني عندي نية أنه نرفع دعوة قضائية ضد التحالف الدولي ومحاكمة مجرمي الحرب أساساً، اللي هم الرئيس الأمريكي السابق والرئيس الوزراء توني بلير، وكذلك أحمل الإدارة الرئيس الأمريكي الحالي أخطاء الإدارات الأمريكية السابقة، كون إن هم استخدموا العراق أساساً يعني بتجربة أسلحتهم، وخاصة بعد اعترافهم في تقرير المحاسبة الجاو عام 1994، هذا كان كتبوا به أنه عن القوة الجوية والقوة البحرية ووكالة الاستخبارات الدفاعية عن استخدام صواريخ الكروز اللي استخدموها بالزعفرانية عام 93، ذكر أنه إحنا استخدمناها، طورنا هذه الصواريخ الكروز اللي بها رؤوس نووية، أساساً الرؤوس الحربية نووية، فيقول أنه إحنا استخدمناها هذه بكفاءة ونجحت على منطقة الزعفرانية ب 42 صاروخ ضربة منشأة النداء، فكانت نسبة نجاحها كما يذكر التقرير من 26 إلى 35%، لكن الدفاعات الجوية العراقية هي اللي تنبهت إلى مسار العالمي لمسار الصواريخ من السفن البحرية على البحر الأحمر، اضطروا إلى تطويرها مرة ثانية وضربة مقر المخابرات العراقية بالمنصور في نفس السنة بعد 5 أشهر ب23 صاروخ، 20 هم حاسب ما يذكر تقريرهم أنه صابت الهدف، و3 فشلت لخطأ في البرمجة
طيب هل العراق انه يكون هذه الضحيه لتجاربهم وذكروها هم انه استخدمناه لاول مره بالبحر بالحرب الخليج ورادوا يطوروها طوروها على منطقه بغداد العاصمه اللي هي الزعفرانيه واخذوا منطقه المنصور فحوطوا بغداد ومنها انتشر هذا فضلا عن انه احنا اساسا مقصوفين للمفاعل التموز اللي بدأ عام 81 وظلت القصف عام 91 و2003 تدمير للبنى التحتية كاملة بما فيها البشر يعني ما يقتصر على التربة فقط وهذا حضرتك من لاحظته هاي الحالات هي جزء بسيط يمكن اللي لاحظته هو 5% أو 4% من الحالات والأمراض السرطانية اللي عندنا منتشرة والأمراض النادرة لأن أنا بالنية أقيم بالإضافة إلى الدعوة القضائية أيضا أرفعها في المحافل الدولية بمؤتمرات وأعرض الشيء المخيف والمرعب البعد اللي ما شافه العالم هذه الضحايا اللي هي الفيصل الحقيقي اللي تبين الحسم العسكري للأمريكان إنه على غزوهم للعراق واللي قادوا التحالف الدولي الحسم العسكري اللي صار هو ضربة والقنابل النووية النيوترونية ولا زالت قنابل العنقودية منتشرة بكل المناطق خاصة الأراضي الزراعية وقبل فترة عندنا أحد توفى بهذا المرض بسرطان الثدي كان عامل بجور يومية يحفر بمد الأنابيب على عبد الكاظم قزار توفى عن عمر 32 سنة لا مس أحد القنابل العنقودية لأن النووية هي فحطها على صفحة ونفس اليوم خلال 3 أيام هو صارت تشخيص واستئصال للسرطان الثدي الأيسر